تقدر تعمل كل اللي نفسك فيه من غير اي مشاكل خالص. حياتك هتتغير تماما لما تبدا في الاول تتخلص من المشكله الاساسيه اللي عندك، مشكله مقاومه الانسولين والسمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أصدقاء جروب رجيم الكيتو بسهولة مع وليد الأسيوطي وأصدقائي على قناتي على اليوتيوب قناة وليد الأسيوطي. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة وإنسان جديد. سوش قبل ما نبدأ اعملوا لايك للفيديو، اعملوا كمان شير، عرفوا كل الناس إن في حاجة اسمها كيتو جميلة جدا بتعالج الناس وبتخسس وبتخلي صحتهم أحسن. كمان اعملوا لايك للفيديو، ولو بتشوفوا القناه ولو بتشوفوا الفيديو ده على اليوتيوب يا ريت تشتركوا دايما في القناه عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده. 366 يوم كيتو، سنه كامله في رحلتي مع الكيتو اتغيرت حياتي تماما، حرفيا اتغيرت حياتي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. شخص كان وزنه في يوم من الايام 140 كيلو، ما كنتش بقدر امشي، ما كنتش بقدر اطلع السلم، ما كنتش بعرف البس، ما كنتش بعرف اشتري لبس جديد، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجة تقريبا في حياتي من الوزن التقيل جدا والصحة اللي كانت ضايعة، لاني اكيد كان عندي مقاومة انسولين ويمكن كمان كنت داخل على سكري، غير طبعا الضغط، غير الالتهابات اللي كانت موجودة، الغازات والانتفاخات والقولون والتعب وكل المشاكل اللي كانت عندي دي. انا كانت حياتي سيئة جدا، لكن كنت بضحك على نفسي وبقول لا الحياة كده حلوة وانا كده تمام. وعارفين الكلام اللي بتسمعوه اللي هو بتاعي يا عم هتخس ليه، الحياة قصيرة عيشها زي ما هي وخلاص. الكلام ده اللي هو مش بينيم ضميرك، ده بيموت ضميرك، اللي هو مشيها ومشي امورك واصل لما الناس ما بتخس بتبقى وحشة ومش عارف انت كده شكلك احلى واستمتع بحياتك واعمل مش عارف ايه، وكل الكلام اللي بتسمعوه ده اللي هو فعلا حرفيا بيموت ضميرك وبيخليك ما عندكش حتى ما بتحاولش انك تخس وتحسن صحتك. لكن صدقوني انا جاي لكم اهو من المستقبل، انا جاي لكم من المستقبل من عند الخسسان وبقول لكم لا الخسسان احسن مليون مره، مفيش مقارنه اصلا ما بين واحد خس وكسب صحته وجسمه ورشاقته وبين واحد لسه بيعاني من تكتلات رهيبه من الدهون مش قادر ان هو يتحرك فيها او مش قادر ان هو يعيش حياته بشكل طبيعي. صدقوني لما هتخس حياتك هتتغير اكتر، هتكتسب ثقه في نفسك بشكل اكبر تخليك عندك الرغبه والقدره انك تعمل كل حاجه تانية في الدنيا من غير مشاكل، هتقدر تلبس اللي انت عايزه، هتقدر تنزل، هتقدر تمشي، هتقدر بتتحرك بحريه، هتقدر تجري، هتقدر تعمل رياضه، هتقدر تلعب، هتقدر تعمل، هتقدر حتى تشتغل بشكل كويس وبتركيز، هتقدر تعمل كل اللي نفسك فيه من غير اي مشاكل خالص. حياتك هتتغير تماما لما تبدا في الاول تتخلص من المشكله الاساسيه اللي عندك، مشكلة مقاومة الأنسولين والسمنة. تصبحوا على خير، شكرا ليكم ودمتم بصحة وسعادة.